السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عزيزة شحاتة في درس جديد من دروس الفوتوشوب. النهاردة هنتكلم عن ازاي نحرك صورة في الفوتوشوب. اول حاجة خلينا ناخد فكرة عن بعض الاعمال، النماذج اللي معمولة بالفن ده. دي صورة ثابتة ودي بعد ما اتحركت. هنا الصورة ثابتة وكده بعد ما اتحركت، هنا الصورة ثابتة ودي بعد ما اتحركت. ودلوقتي هنعرف ازاي نعمل كده. الموضوع بيرجع لرؤيتك الخاصة بالصورة، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تتحرك في الصورة. يعني مثلا عندنا هنا السحاب، وفي نفس الوقت تكون حركة منطقية. السحاب ممكن يتحرك، المية ممكن تتحرك، فخلينا نبدأ نحرك السحاب. اول حاجة اللير عندك الاساسي هيكون بالشكل ده. لو ما كانش بالشكل ده، لو كان مثلا كده مش مقفول، بتروح عند layer new background from layer، هيتقفل كده. هنروح عند السحاب ونفتح الماسك من هنا، نضغط على الايقونه دي وناخد الفرشه العاديه، ولازم اللون يكون اسود، ونبدا نحدد الاجزاء اللي احنا عايزين نحرك. طبعا وسيله التحديد راجع لكل شخص، الطريقة اللي تحب تحدد بيها حدد بيها، مش لازم تحدد بالمسك، ولكن هو أفضل. يعني بعد ما نخلص التحديد هنقفل الأيقونة دي، وبعدين هنلاحظ إن التحديد جه على الجزء اللي أنا مش عايزاه يتحدد، فنعمل له إنفرس. من قائمة Select نختار Inverse، أصبح التحديد دلوقتي عندي مظبوط. أضغط على Ctrl J فهيطلع الجزء اللي أنا حددته لوحده في لير منفصل. من قائمة ويندو هختار تايم لاين، هيتفتح عندي التايم لاين هنا، اضغط على الايقونة دي. هنشتغل على نخليه ثانيتين. دلوقتي هنشتغل على المدة حوالي ثانية. لو جينا فتحنا هنا هنلاقي الخصائص بتاعة الانيميشن، البوزيشن والاوباستي، وعايزين الحركة تكون على الترانسفورم. مفيش هنا ترانسفورم. عشان نخلي ده يحصل فنعمل على اللير اللي عايزين نحركه كليك يمين ونقول له convert to سمارت اوبجكت. ولو جينا فتحنا هنا تاني هنلاقي الترانسفورم ظهر في اول التايم لاين كده. نكبر، هنحط كي. لو ضغطنا هنا على الايقونه دي كده اتسجل عندنا كي. مش هنعمل حاجه في المرحله دي، ونروح عند اخر حاجه في التراك ونحط كي تاني. نضغط هنا على الايقونه دي عشان يتسجل عندنا كي. ومجرد ما سجلنا الكي ده اي حاجه نعملها هتتسجل، اي تغيير هنعمله هيتسجل. كنترول سي وشيفت الت ونضغط هنا، نعمل تغيير بسيط، نصغر او نكبر كده. بقى عندي الحركه اتسجلت. لو رجعنا للاول وشغلنا بلاي هنلاحظ اللي حصل. في حاجه لازم نقولها، ان احنا هنا من ايقونه السيتنج لازم نعمل تشيك على لوب بلاي باك عشان الحركه تفضل مستمره. ولكن في مشكله في الحركه، تلاحظ في الاخر كده في حركه غير طبيعيه بتحصل. ده ممكن نغيره ازاي او نصلحه ازاي؟ لو جينا هنا على الايقونة دي هنلاقي هنا دي ايقونة الترانزيشن. هنختار فيد، واحدة في الاول فيد، واحدة نسحبها كده. ده معناه ايه؟ معناه ان هي هتعمل لي تناعم بين النقل من الكي الاولاني للكي التاني. في البداية يعني الدخلة تبقى ناعمة، وفي النهاية الخروج من الحركة برضو يبقى ناعم، ما يبقاش في المشكلة اللي كانت في الأول. نجرب تاني، هنلاحظ ان هي قل. بعد كده هنعمل ايه؟ لو احنا عايزين نطول الحركة دي مدتها تطول على التايم لاين، هنيجي هنا عند اللير بتاعها ونقول Ctrl G. كده انا حطيت اللير في جروب، اخد منه نسخة تانية اسحبه كده على نيو لير، بقى عندي نسختين. اخد كمان نسخة، كمان نسخة، بقى عندي اربعة هنا على التايم لاين. اخد كل واحد ابعده شوية كده. ده انا بقول له خلي الحركة تفضل مستمرة. نشغل ونشوف النتيجة. في عندي حاجة كمان في التصميم ده ممكن في الصورة دي ممكن تتحرك. عندي مثلا المية. نرجع للليير الاساسي ونفتح الماسك، ناخد الفرشة ونحدد الجزء اللي احنا عايزين نحركه.
لو في مثلا جزء من التحديد طلع كده انا مش عايزاه، عايزه ارجع فيه تاني باكس، هغير اللون الاسود للابيض واقوم محدده على الجزء اللي انا مش عايزاه عشان اشيل. دلوقتي هنقفل الماسك ونعكس التحديد انفيرس من قائمة سيلكت وكنترول جي، بقى عندي فلير منفصل، هعمله طبعا كونفرت تو سمارت اوبجكت، هرجعه لبداية التايم لاين. طبعا هنيجي في الاول هنا ونحط كي عند ترانسفورم، وفي الاخر ونحط كي تاني، وبعدين كنترول تي، وناخد نفتح الترانزيشن وناخد فيل مرتين نسحبها، وبعدين هناخد اللير كنترول جي نحطه في جروب، ناخد الجروب نسحبه على نيو لير 3 مرات. نعمل بلاي ونشوف النتيجة. طبعا نجاح النتيجة بيكون متوقف على التايمنج والسبيسنج، يعني الوقت تايمنج اللي هو الوقت اللي بتستغرقه الحركة، والسبيسنج اللي هو المسافة. فوارد جدا ان انا الحركة اللي انا حددتها دي او الوقت اللي انا اخترته ده ما يكونش مناسب، فما فيش مانع ان انا لو انا عايزة اطول المدة اطول الوقت ان انا اسحب التراك كده واشوف هل الحركة مناسبة في الوقت ده اكتر ولا لا، وهكذا. بعد ما خلصنا بنسيب الحركة بتاعتنا فيديو لو احنا عايزين نعرضها في فيسبوك من الايقونة دي، او بنختار ريندر فيديو، او من فايل بنختار اكسبورت ريندر فيديو. هي اعدادات الفيديو، من هنا من نيم بنكتب الاسم اللي احنا عايزينه، نحدد المكان سيلكت فولدر، من هنا بنختار اختيار اللي هو الافتراضي ميديا انكودر H264 هاي كواليتي، مقاس انا بختار فيلم 2K، هي دي تقريبا اهم حاجة. ونرن الفريم ريت، دي رسالة بتقول لي ان الفريم ريت مش مناسب، انا بعملها 25.